مشاهدينا الكرام، اهلا بكم حلقه جديده من برنامج تحت الطابع. في حلقه اليوم نقدم قراءه تحليليه وتفصيليه في اخر الاخبار الصادره غدا من جريده الاهرام، ويسعدنا ان يكون معنا بالاستوديو الاستاذ هاني عماره نائب رئيس تحرير الجريده. اهلا بك استاذ. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا بك. بدايتنا هتكون من الصفحه الاولى ونستطلع منشط الجريده بعنوان الاهرام يكشف عن مؤامره الاتجاهات الاربعه لاشاعه الفوضى وتدمير مجنزرات الارهابيين في سيناء وضبط اسلحه السلوم ورصد مخطط تفجير كوبري الجامعة وإحباط محاولة اقتحام الحرس الجمهوري. نعم، هذا هو منشط الأهرام غدا الجمعة، وبيتحدث وفقا أو لمصدر مسؤول كشف عن تفاصيل هذا المخطط وفقا لما نشرته الأهرام في منشطها الرئيسي، عن أن الأمن بالفعل أسفر أو جهود الأمن أسفرت عن إحباط مؤامرة واسعة لإثارة البلبلة والفوضى في مصر خلال الأسبوع الماضي. المصدر في هذا المنشط تأكد أن المؤامرة كانت تنطلق من أربع اتجاهات، من بينها اثنان على الحدود وآخران من الداخل القاهرة. أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة في سيناء، وتم يعني تدمير مجنزراتين أو عدد من المجنزرات اللي كان ممكن يستخدمها الإرهابيين في ثارة الفوضى، بالإضافة إلى تم القبض أو الكشف عن عدد من السيارات التي تحمل الأسلحة على حدود السلوم، بالإضافة إلى أن تم تفكيك قنبلة أسفل كوبري الجامعة، وبالتالي إضافة إلى مسألة أو موضوع اقتحام دار الحرس الجمهوري. كل هذه العناصر الأربعة يعني كانت مخطط أنها تتم في وقت واحد، ولكن أجهزة الأمن ربما أو يقصد أجهزة الأمن تمكنت من كشف عن هذا المخطط. ماذا تعتقد ستفسر عن التحقيقات في هذه الحوادث التي تكشف؟ والله يعني دعنا لا نسبق الأحداث، يعني في النهاية المشهد مركب، مشهد معقد، هناك روايات كثيرة، هناك يعني معلومات يعني غزيرة بهذه القضية، ويمكن يعني دعنا لا نسبق الأحداث، لأن يعني هذه قضية حساسة بالتأكيد، والكلام فيها يعني على الرأي العام قد يكون له تأثير مضاد أو له يعني يؤدي إلى مزيد من الشرخ. خلينا نترك المعلومات، خلينا نترك التحقيقات، خلينا نترك يعني البحث عن الحقيقة والحقيقة فقط لدى ملفات الأجهزة، أجهزة التحقيق، تحقيقات النيابة، أجهزة الأمن، حتى يعني تخرج على الرأي العام بالحقيقة والحقيقة فقط، بدل إحنا يعني لأن الاجتهاد ربما يضر في هذه الحالات أكثر مما ينفع. هل تتوقع المزيد من هذه المحاولات الإرهابية؟ هو المشهد يعني المشهد ما زال معقدا، يعني ما زال الشارع محتقن، ما زال الاحتجاجات والاعتصامات في الشوارع والميادين، يعني ما تقدرش تقول ان المسألة يعني الاستقرار حدث، لكن يعني أخشى ان يكون هناك تصعيد للعنف، ونتمنى ان لا يحدث ذلك، نتمنى أن يكون هناك يعني سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة، نتمنى أن يكون هناك بالفعل مخارج يعني ترضي كافة الأطراف، ويعني في النهاية سواء المؤيدين أو المعتصمين في الشوارع هم في النهاية جزء من نسيج الوطن ونسيج المجتمع، لا يمكن أن تحدث مصالحة يعني دون فصيل أو إقصاء فصيل. ويمكن أنا يعني حضرت لقاء باعتبار عضو مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس المؤقت أمس، وكان بيركز على عملية المصالحة، وإن هي القضية الأولى له في هذه المرحلة المؤقتة هي تحقيق المصالحة، يعني وحتى قال أنا يعني هذه قضية الأولى والأخيرة، وتحدث إن المرحلة القادمة هي مرحلة المشاركة للجميع، لجميع الفصائل، لجميع التيارات، مصر تكون يعني وطن للجميع ولا إقصاء على الإطلاق لأي فصيل دون آخر. تمام. من نفس الصفحة بنقرأ خبر بعنوان اختيار 70% من الوزراء، حجي للبحث العلمي ودرية للإعلام ودرويش للتنمية الإدارية والتشكيل يوم الاثنين. الحكومة الجديدة ترتكز على الكفاءات ولا تقوم على توازنات سياسية. نعم. هو يعني هنلاحظ يعني معنى مهم جدا في منشط الأهرام بكرة، ورغم انه يعني تم حسم او اختيار 70% من الوزراء، الا ان يعني
تحديد الاسماء هتلاقي هنا شحيح جدا يعني يعني المعلن عنهم هم فقط ثلاث وزراء، العلم والبحث العلمي والاعلام والتنميه الاداريه. وهذا بيرجع لان بالفعل في يعني احنا لما سالنا الرئيس المؤقت في مساله التشكيل الوزاري لما كان مجتمع مع مجلس نقابه الصحفيين كان هناك تكتم شديد جدا، واعتقد هو هذا التكتم قد يكون مقصودا، لان طبعا انت عارف كل ما بيجي ترشح شخصية بيحصل جدل ومعارضة وتأييد والكلام، فاعتقد ان التكتم الشديد يعني في هذه المرحلة مطلوب جدا، حتى لا يعني مرحلة كلها مرحلة قصيرة 3 4 او 5 شهور او 6 شهور، محتاجة ان انت يعني ايه يعني تنتقل الى مشهد اخر، غير ما لان البلد حاليا او الدولة ما زالت تعيش في حالة فراغ. فانت لا يعني عملية التكتم ده لربما لي يعني ايه منع عملية الجدل حوالين الشخصيات المرشحة للتشكيل الوزاري اللي هو المؤقت آلي. طيب ألا تعتقد أن هناك تأخير بعض الشيء في إعلان الوزارة الجديدة؟ طبعا بالانتظار اليوم الاثنين القادم. طبعا لأن في خلافات شديدة يعني في خلافات شديدة من الـ القوى التي شاركت في مسألة خريطة الطريق. ما كلنا نعلم أن حزب النور اعترض على منذ البداية على ترشيح البرادعي رئيسا للوزراء، واضطر الرئيس المؤقت ان هو يحتفظ بالبرادعي يعني كلاعب في العملية السياسية بتعيين نائب للرئيس. بعد ذلك اعترض ايضا على ترشيح زياد بهادي، ثم اعترض على ترشيح لانه على ما يبدو انه كان هناك اتفاقا او كان هناك اتفاق منذ البداية على ان الشخصيات التي تولى العملية أو دارت العملية السياسية في هذه المرحلة تكون شخصيات غير منتمية للأحزاب، تكون شخصيات تعتمد على التكنوقراط أو الكفاءات، شخصيات مستقلة. وبالتالي اللي حصل يبدو أنه تم خلافا لهذا الاتفاق ترشيح الدكتور البرادعي، رغم أنه هو يعني مؤسس حزب الدستور. الدكتور زياد بهاء الدين أيضا ينتمي لأحد الأحزاب، وده كان الاعتراض، ويمكن حصل توافق إلى حد ما على الدكتور حازم الببلاء باعتبره غير منتمي لأحزاب سياسية. تمام، ننتقل للصفحة الثالثة من جريدة الأهرام ونطالع خبر بعنوان السيسي يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، حيث التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بالشيخ خالد عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وتناول اللقاء سبل بحث وتعزيز العلاقات. كيف ترى الدعم الخليجي وخاصة البحريني فيما يخص هذا الخبر للثورة المصرية؟ نعم، هو لقاء المسؤولين البحرينيين مع الفريق السيسي أو مع رئيس الدولة المؤقت، هو طبعا مسألة بتأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تمت بين يعني المسؤولين في مصر في هذه المرحلة الانتقالية بين عدد من الشخصيات الخليجية أو المسؤولين في دول الخليج، خاصة يعني جه وفد هنا رفيع المستوى من الإمارات، والتقى الرئيس الدولة المؤقت بالإضافة إلى يعني الدعم الكويتي والدعم السعودي. وبيحاول دول الخليج يعني أظهرت يعني أنها بتؤيد عملية التحول المرحلة المؤقتة أو التحول الذي حدث في مصر بعد 30 يونيو، ويعني ظهر هذا أو ظهرت هذه المساندة بشكل واضح جدا في حجم الدعم المادي اللي وصل حوالي 12 مليار دولار من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت. يمكن البحرين الدولة الوحيدة لغاية الآن التي لم تكشف عن حجم المساعدات التي ربما تخصصها لدعم الاقتصاد المصري. ولكن زيارة الوفد البحريني اليوم لمصر بيؤكد أن هيكون في بعض الدعم والمساعدات. لم ربما لكن لم يكشف بعد عن حجم أو إجمال هذه المساعدات المطلوبة في هذه المرحلة أو اللي هم اللي هيقدموها لمصر دعما اقتصاديا في هذه المرحلة. تمام، بنستطلع من الصفحة 12 خبر بعنوان انخفاض أسعار الدولار بالسوق الرسمية وتراجع الطلب على الريال السعودي، حيث وصل الدولار تراجعه في السوق الرسمية لينخفض بأكثر من قرشين خلال تعاملات هذا الأسبوع. نعم، يعني هو هذا الخبر لا يختلف كثيرا عن اللي احنا كنا بنقوله من شوية، ان طبعا معروف ان الدولار او سعر الدولار بيتحدد وفقا لآلية العرض والطلب. طبعا عندما يضخ ما يقرب من 12 مليار دولار دفعة واحدة في خزينة البنك المركزي المصري، فبالتالي ده بيدي رسالة ان هذا الدولار متوفر، بالتالي
مسألة السوق السوداء بتختفي، الطلب عليه ما بيحصلش، بتختفي عملية التوجس أو الخوف من عدم الحصول على المبالغ المطلوبة من الدولار سواء للمسافرين أو المستوردين أو المصدرين أو بالذات حركة التجارة الخارجية. فبالتالي ده وأنا أتوقع أن الدولار يشهد مزيدا من التراجع في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل يعني توافره أو هذا المبلغ الكبير مرة واحدة الذي يعني تم ضخه في الاقتصاد المصري. الوضع الاقتصادي المصري يبشر بالتفاؤل؟ الاقتصاد هو يعني رهين الاستقرار، يعني أو الاقتصاد هو الوجه الآخر للاستقرار. أتوقع يعني رغم أهمية شديدة لمسألة المساعدات الاقتصادية التي يعني قدمتها دول الخليج، لكن في النهاية يظل العمل ويظل الانتاج ويظل الاستثمار المباشر ويظل تخليق فرص العمل والبحث عن استثمارات جديدة، انتعاش سياحة، هذه هي يعني الدماء الحقيقية التي ممكن ان تنعش الاقتصاد المصري. انما طول يعني طالما ان هناك يعني حالة من الاحتقان السياسي وعدم استقرار وحالة التجاذب او حالة الصراع الموجودة الان، اعتقد ان احنا قدامنا وقت عندما يعني نشهد استقرار الاقتصاد. نتمنى ان لا تطول هذه الفترة. نتمنى ايضا ان لا تطول هذه الفترة. نقرأ من الصفحة 10 خبر بعنوان لم يحصل اي طالب على الدرجة النهائية و 82% نسبة النجاح في الثانوية العامة، والفتيات يكتسحن المراكز الاولى للادبي والعلمي علوم. نعم، الفتيات كل عام هم اللي بيبقوا مكتسحين. بالفعل الأهرام يعني نشر تقرير موسع عن نتيجة الثانوية العامة، يعني خلاص يعني أيام وتهدأ كل الـ 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 الخواطر ويطمئن. طبعا بيبقى يوم عصيب جدا على كل طلاب الثانوية العامة، بكله قاعد بنتظر النتيجة. الأهرام بتقول انها بالفعل ان وزارة التربية والتعليم انتهى، دي كمان هيبقى لها مذاق خاص اليوم ده لان كان فترة الامتحانات بتمر مصر فيها برضه صعبة. صحيح. هي يعني اوقات تاريخية بكل المقاييس، سواء انتخابات او على المجال السياسي، حتى على في المجال الكروي هنجيله بعد كده في الدوري. لكن هو الخبر بيقول ان يعني النتيجة وصل النهاردة، يعني هذا العام وصلت 86% للرياضة و 84% للأدبي و81% للعلمي. وبعدين مندوبة الأهرام زميلتنا نيفين شحاتة بتقول إن الطالبات اكتسحن المراكز الأولى في شعبتي الأدبي والعلوم، بينما تفوق الطلاب في شعبة الرياضيات. وقالت إن المحافظات القاهرة، محافظات القاهرة الكبرى جاءت في مقدمة بالنسبة للعلمي، أما الأدبي فكان من نصيب محافظات الصعيد. وان هناك يعني بتقول ان المنافسه في المجاميع قريبه جدا بين اوائل الشعب الثلاثي اللي هو العلمي والادبي والرياضي. نتمنى كل التوفيق لكل طلبه مصر ان شاء الله. بننتقل للصفحه الخامسه ونقرا منها خبر بعنوان الانقاذ تحدد 5 ثوابت للتعامل مع المشهد السياسي. نعم. ماذا عن هذه الثوابت؟ بالفعل هي جبهه الانقاذ طبعا يعني أصبحت هي الواجهة الرئيسية في المشهد السياسي حاليا، يعني في ظل مرحلة الانتقالية. وهي يعني بتنتقد مسألة أن فصيل مثلا، وأعتقد أن هي تقصد تحديدا هنا حزب النور، أن هو يعني بتقول هنا رفضت الجبهة تفرد أي قوة أو حزب سياسي دون أن تسميه، طبعا أنا يعني أسميه أنا على مسؤوليتي، أن هو حزب النور بحق الاعتراض على الاقتراحات او القرارات. الخبر لم يذكر، لم يحدد. لا هو لم يحدد، لكن هو لما يعني هو هنا الرسالة موجهة لحزب النور عندما اعترض على الدكتور البرادعي واعترض على زياد بهاء الدين. ويعني هي بتقول ان هي يعني ان ربما يستبعد ايضا مشاركة شخصيات، يعني هي دي الرسالة. وهي بتقول ان هي بتركز ان تكون وزارة كفاءات، وتكون يعني هي القدرة على الانجاز هي يعني الأولوية في مسألة اختيار الشخصيات اللي تولى حقائب الوزارية في هذه المرحلة، مرحلة عصيبة. أنا يعني على المستوى الشخصي بأشفق على أي مسؤول يتحمل مسؤولية هذه الأيام. طبعا. بالفعل يعني. طبعا. بننتقل للصفحة الثالثة ونتابع منها خبر ربما يبهج الكثير من المصريين. نعم. مفاجأة سارة أوائل رمضان، فائض في الكهرباء
لأول مرة. يعني هذه الحقيقة من المفارقات الغريبة جدا. يعني أنت قبل 30 يونيو كانت الكهرباء يعني ظلت حوالي أكثر من 10 أيام أو يعني تنقطع بشكل مستفز ومثير لأعصاب الملايين. بعد 30 يونيو انتظمت الكهرباء وكأن يعني حصل يعني حصلت معجزة أو حصل يعني لغاية الآن. يعني في حد يشد سكة الكهرباء؟ أتمنى أن حد يطلع يقول لنا ايه السر في انتظام الكهرباء بعد 30 يونيو. ويعني معروف حتى ان يعني في شهر رمضان بشكل عام بيكون في معدلات الاستهلاك بتزيد والسهر وغالبا الناس بتبقى في توقيت محدد في البيوت عندها استخدامات عالية سواء في اجهزة التكييف او خاصة يعني احنا في شهر رمضان والصيام بيحتاج يعني طقس بارد شويه عشان الناس يعني تتغلب على مسألة الجوع والعطش في النهار. لكن في هذه الفترة يحصل أو في هذا التوقيت يحصل فائت في الكهرباء يعني إن كانت هي فعلا بشرة سارة لكن برضو يعني تحمل دلالات يعني أرجو أن يكون متفسيرها بشكل يعني يقنعنا. طب ما اكيد عند حضرتك تفسير لبعض من هذه الدلالات. الحقيقه يعني بيقول ان يعني الاستهلاك تراجع. يعني هو اللي خلى فيه فائض. طبعا معروف ان احنا عندنا اجمالي ميجا وات في استخدام على مستوى الجمهوريه تقريبا حصل فيه تخفيض في الاستهلاك. فيعني ربما يكون يعني هو الخبر هنا بيركز يقول ان يعني هو عاوز يرجع الفضل للمواطنين في المقام الاول لانهم يعني استجابوا لمسألة مطالب أو مساعي دايما شركة الكهرباء أو شركات الكهرباء أو ضبط الكهرباء في مسألة ترشيد الاستهلاك والكلام ده. طب يعني هل هو الفائض تحقق بالفعل ولا الخبر بيقول إن هيكون هناك فائض لو لا هو تحقق بالفعل. تحقق بالفعل بدليل يعني إن احنا طوال الفترة الأخيرة ما فيش تخفيف للأحمال ما فيش انقطاع مستمر للكهرباء كان دايما بقت عادة يومية خلاص بنبرمج نفسنا أو بنهيئ نفسنا إن إحنا عندنا من الساعة كذا للساعة كذا خاصة في فترة الذروة إن الكهرباء بتنقطع. دلوقتي كنا مهيئين نفسيا بالفعل لانقطاع التيار في أي وقت. نعم الآن يعني أنا شخصيا منذ أكثر من أسبوع أو 10 أيام شايف إن هناك استقرار بالتحديد من 30 يونيو بالفعل. مظبوط يعني من 30 يونيو. ما اعرفش هل كان الغاز متوفر قبل يعني شحيح قبل 30 يونيو هو اصبح يعني متوفر بعد 30 يونيو الكميات التي يعني تلبي احتياجات المحطات وبالتالي يعني اعتقد نفس الموضوع ينطبق على ازمه البنزين والسولار. نعم بالفعل تمام. نرجو نتمنى ان تعود الازمه مره اخرى يا رب. كلنا احنا عايزين المواطن يبقى مستريح ايا كان الاسباب سواء يعني قبل 30 يونيو ولا بعد 30 يونيو وفي النهايه يعني المستفيد الاول هو المواطن. بالظبط والمصلحه الاولى هي مصلحه المواطن. نعم. المصري بالتاكيد. نعم. نعم. بننهي جولتنا الصحفيه مع الساحره المستديره لنقرا خبر من الصفحه 18 بعنوان اتحاد الكره يلغي الدوري الممتاز رسميا بعد توصيه الانديه. اعتقد القرار ده جه بعد الاجتماع اللي عقد النهارده ظهر اليوم باتحاد الكره. يعني انا برضو مش عاوز ابعد الكلام في هذا الملف الرياضي عن السؤال اللي حضرتك سالته حول الاقتصاد. يعني هل انت استقرار كلمة يعني السر الاستقرار هو انا رايي ان هي كلمه السر او حاله الترتيب السياسي ان جاز التعبير او حاله الهدوء السياسي وحاله التصالح. انا اعتقد ان هي كلمه السر في عودة التنمية وعودة الاستقرار وعودة الاقتصاد وعودة الرياضة وعودة الوجه المشرق للمجتمع المصري. لأن بالفعل يعني ما زلنا في حالة المجتمع في حالة اضطراب وحالة اضطراب دي بتنعكس على كل مناحي الحياة يمكن ربما تنعكس على نفسية المصريين على نفسية المواطن نفسه بما فيها طبعا الرياضة. طبعا اتحاد الكورة كان طلب من وزارة الداخلية أنها يعني بياخذ رايها في مساله استمرار الدوري ولا يتوقف. الداخليه قالت امهلونا 48 ساعه وهنرد عليكم. واتضح في النهايه بعد ال 48 ساعه ان وزاره الداخليه رفضت تامين المباريات الدوري نتيجه طبعا حاله عدم الاستقرار الموجوده في الشارع وحاله الانفلات الموجوده. يعني احنا فجاه لقينا التراس الزمالك فجاه قدام دار القضاء العالي. فانت يعني الوضع الامني ربما لا يتحمل
حالة الانفلات الموجودة. ويعني لكن خبر متوقع إلغاء الدوري أعتقد يا أستاذ هاني من قبل القرار كان من بداية هو كان هناك توقعات وكان هناك دايما إيه كلام ونفي يعني توقعاته أنه يستمر ثم يعني الحقيقة اتحاد الكرة كان يتمنى أن يستمر الدوري لكن طبعا كلنا في الحقيقة كنا بنتمنى أن الدوري صحيح يستمر. لأن أنا 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 في من تقديري أو وجهة نظري الخاصة أن يعني قامة المباريات هي جزء كبير جدا من إعطاء رسالة للداخل والخارج بأن يعني الدولة ما زالت قادرة أنها تمارس فعالياتها حتى في مجال الرياضة. كان هيستمر بدون جمهور. كان هيستمر بدون جمهور. نعم الاستقرار حتى بشكل جزئي يعني لكن يعني إنما طالما إذا كانت دي هي رؤية وزارة الداخلية وهي طبعا أكيد مسألة الملف الأمني والخبايا الأمنية والأسرار الأمنية عندها شايفة إن ده يعني لا يسمح بإقامة المباريات فهنا كلنا أمام الأمن لازم يعني نلتزم ونقف يعني انتباه. والحقيقة برضو كان لما رفضت الداخلية أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن توقف المسابقة ويعني كان في اقتراحات أن يتم إقامة هذه المباريات حتى في محافظات نائية علشان تستكمل المسابقة لكن بعض الجزء من الأندية رفض هذا وأن في طبعا مع توقف الدوري هيبقى في مشكله في تحديد الابطال اللي هم يشاركوا في اللي هي المسابقات الافريقيه واتفق اتحاد الكوره ان هيتم ترشيح الاهلي والزمالك للمشاركه في كاس افريقيا. تمام نتمنى ان يعود الدوري مره اخرى وان تستقيم كل الامور سواء الاقتصاديه او السياسيه او الاجتماعيه او الرياضيه. وفي النهايه بنشكرك على هذه القراءه التفصيليه والتحليليه استاذ هاني عماره نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. شكرا جزيلا لك. شكرا يا استاذ هاني. الشكر متواصل لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة وانتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله في نفس الموعد. شكرا وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج تحت الطبع. في حلقة النهاردة سنتجول بالقراءة والتحليل في العدد الجديد لمجلة الأهرام العربي بصحبة الأستاذ أحمد سعد الدين الصحفي بالمجلة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة ورمضان كريم على حضرتك وعلى الأمة الإسلامية جميعا. مشاهدينا بنستهل جولتنا في العدد الجديد بأبرز الأحداث على الساحة المحلية ونطالع من الصفحتين السادسة والثامنة تقريرا حول علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ونقرأ الصفقة الحرام بين أمريكا والإخوان. واشنطن قررت أن الإخوان لن يخرجوا من الحكم قبل 10 سنوات وأن خروجهم لن يكون هينا. كبريات الصحف الأمريكية وأهم المحللين قاموا بتلميع صورة الإخوان بتوجيهات من البيت الأبيض. أستاذ أحمد ماذا تقول عن هذه الصفقة التي لقبت بالحرام؟ هي يعني اللقب إن هي صفقة حرام فهذا فعلا لقب حقيقي ولكن الخبر ده أو الموضوع اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشة الحقيقة العلاقة بين الإخوان جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة مش وليدة النهاردة أو امبارح. هي بقالها سنين طويلة ويمكن توطدت شوية من بعد بداية الألفية وكانوا بيوهموا الولايات المتحدة ان هم اللي يقدروا يضبطوا الشارع المصري والعربي لضمان امن اسرائيل. السبب الرئيسي امريكا ما بتحبش وما بتكرهش. امريكا ليها مصالح. طبعا. امريكا لما اختارت الاخوان ادركوا ده من بداية الالفية زي ما حضرتك بتقول ان امريكا لا تملك الا المصالح ولا تبغي الا المصالح. يعني هم اصلا كانوا محرمين التعامل مع امريكا. تمام. فجاه البراجماتيه اللي موجوده في الجماعه قالت نتعامل معاها للوصول الى الغايه اللي احنا ننشدها اللي هي الحكم في الاخر. امريكا الحقيقه لما درست تاريخ الجماعه القريب جدا مش البعيد هنلاقي ان هي شافت مثلا انتخابات سنه 2000 انتخابات 2005 وما بعد ذلك فشافت ان الجماعه بتقدر تحشد اصوات ناخبين. في نفس الوقت الجماعة أوهمت أمريكا أن كل إنسان مربي دقنه أو كل إنسان متدين أو كل واحدة محجبة فهي عضوة في الجماعة. يعني الجماعة تقدر تمتلك أكثر من 2/3 سكان مصر وده عملية صعبة جدا. ففي نفس الوقت ما ننساش أن حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين وعاملة قلق لإسرائيل وأمريكا عاملة دوشة. فعشان نسكت حركة حماس أولا ثم المصالح الأمريكية في مصر تمشي بسلاسة كان مهم إن إيه إن الإخوان المسلمين يوصلوا للحكم. وده اللي حصل لما شفنا الجولة النهائية ما بين الفريق شفيق والدكتور مرسي والضغط الأمريكي الغير طبيعي لنجاح
الإخوان المسلمين. الإخوان لما نجحوا كان الدوائر صنع القرار أو اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها يعني بيعملوا دراسات كده بيشوفوا الناس دي تقدر تعمل إيه أو ما تقدرش أو هتفضل في الحكم لحد إمتى. كانوا مقررين أن الإخوان لو وصلوا الحكم على الأقل مش قبل 10 سنين عشان حد تاني ممكن يوصل مكانه. فكانوا بيتعاملوا على هذا الأساس أن الإخوان موجودين ومستقرين، خاصة أنهم ضمنوا أمن إسرائيل بإسكات حماس من المقاومة. ودي كانت حالة المصريين نفسهم كانوا يعني مش عارفين إيه اللي بيحصل. حماس سكتت مرة واحدة، إيه الموضوع؟ لكن في نفس الوقت تكشف للولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الدكتور مرسي للحكم بأقل من شهر إن لا الإخوان تقدر تضبط الشارع ولا تمتلك فكرة أو رؤية ممكن يخليها تكمل 4 سنين على الأقل. هنا بقى كنا بنقول الصفقة الحرام، هم وثقوا في ناس ولكن الناس ما كانوش قد هذه المسؤولية. التصرفات الهوجاء من جماعة الإخوان ككل مش من دكتور مرسي لوحده كانت بتعمل رد فعل عكسي داخل الشارع المصري. فمن هنا لما قامت 30 يوليو و 30 يونيو وفي نفس الوقت حركة التمرد قدرت ان هي تمسك الحشد ده، هو كان تفكير الاخوان والولايات المتحدة ان يوم او يومين وكله هيمشي. فوجئوا ان الناس في الشارع بقى اعداد لا قبل لهم فيها في التاريخ، مش في مصر لأول مرة بس، لا دي في التاريخ. فمن هنا حصل خضة ارتباك في الإدارة الأمريكية. عشان كده الإدارة الأمريكية كان القرار بتاعها متأرجح إلى أن وصل النهاردة أن هم الإخوان بيقولوا أمريكا بعتنا، لأن في النهاية المصالح قالت إيه؟ أن احنا لازم نبقى مع الشعب المصري. إذن 30 يونيو مظاهرة 30 يونيو هي من ألغت أو أبطلت هذه الصفقة الحرام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ننتقل لخبر آخر من نفس المجلة، نطالع حوار على 5 صفحات مع اللواء شفيق البنا رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الجمهورية سابقا، ونقرأ: اللواء شفيق البنا في أخطر حوار، مرسي خطط لاعتقال المجلس العسكري عقب خطابه يوم 26 يونيو، الجيش الحر لو تحرك مترا واحدا لإنقاذ الإخوان سيتم تدميره، 10 ملايين قطعة سلاح دخلت مصر للإخوان من ليبيا أصبحت الآن في حيازة القوات المسلحة. الحقيقة اللواء شفيق البنا واحد من أهم الأشخاص اللي دخلوا قصر الرئاسة من أيام الرئيس السادات الله يرحمه، واشتغل برضو مع الرئيس مبارك لحد آخر حوالي 4 سنين لما انفصل عنه ومشي. هو بيحكي هنا أن تجربته في الحكم في فترة السادات ومبارك، وبعدين لما محمد مرسي اتصل بيه وقال له تعال عايز أقابلك في القصر، فدخل القصر وكأنه بيدخل لأول مرة. ده مش قصر رئاسة، يعني بيقول أن أنا لأول مرة أدخل قصر الرئاسة، كان الخطوة بتبقى محسوبة علينا أيام حسني مبارك. دلوقتي بدخل بلاقي ناس عصام العريان بيزعق بيقول يا سعيد، يعني ده مش قاعد في قصر رئاسة، ده قاعد في كافيه يعني أو قهوة بلدي. كل حاجة موجودة في إيد أحد مساعدين خيرة الشاطر، رئيس ديوان رئيس الجمهورية غير، يعني مش هنقول غير موجود، هو موجود كاسم أو صورة لا أكتر ولا أقل. هو بيتكلم على إن في آخر الأيام الأخيرة يعني الدكتور مرسي شاف إن اللواء السيسي والمجلس العسكري بالكامل أو القوات المسلحة شكلها هتقف ضده، فحاول إن هو يعمل إيه؟ عايز يغير القيادات، ولكن للأسف ما كانش قادر، وده من حسن حظنا إحنا. في نفس الوقت حاولت جماعة الإخوان إن هي تتصل ببعض قادة الأفرع، ولكن الفرق هنا القوات المسلحة قوة متكاملة ومتماسكة. يعني ما ينفعش ان انا اكلم رئيس الشرطة العسكرية اقول له عايزك تقابل رئيس الجمهورية، لازم يجي القرار عن طريق وزير الدفاع. فمن هنا لما بلغ البروتوكولات يجب ان تتبع، يعني ما هو هنا انت في الايام الاخيرة كله كان بيفرفر تمام، فبيحصل ايه هو بيشوف. فلما وصل الكلام ده للفريق السيسي فكان عارف المخطط بتاعهم. عشان كده يوم الخطاب الاخير اللي احنا شفناه قاعد في قاعة المؤتمرات هو كان داعي المجلس العسكري بالكامل، بحيث ان هو ممكن بعد كده يعمل لهم تغيير او يعتقلهم او ايا كان. ولكن لما تعرف الموضوع ده راح الفريق السيسي بس، فمرسي نفسه عارف ان ايه، ان المخطط مش هينجح
لان كده هو اتكشف المخطط. فابتدى يلوش بالكلام زي ما شفنا. وفي النهاية يعني هنا بيقول مثلا شفيق البنا ان في حوالي 10 مليون قطعة سلاح. 10 مليون قطعة سلاح، ما ننساش ان احنا جنبنا في الغرب عندنا ليبيا فيها ثورة، وهم اصلا بعض القبائل المسلحة كمان فبتهرب منها. ايضا في مركز من الجنوب من السودان، من السودان ومن الغرب بالتحديد. فدخل مصر حوالي 10 مليون قطعة سلاح. حقيقة جزء كبير جدا من الأسلحة دي كانت القوات المسلحة مسيطرة عليه في الآخر، وقدرت ان هي تفرغ البؤر الإجرامية الموجودة في سيناء او في مرسى مطروح من ان هي تمسك السلاح. فده نجاح كبير للقوات المسلحة. كلمة الجيش الحر، كلمة الجيش الحر هي يمكن كلمة بسيطة كده سمعناها يوم او اتنين. في قوات سواء مصرية او ايرانية بتتدرب في ليبيا في مصراتة، وبتسافر وترجع على حسب التدريب، على اساس ان الجيش ده ممكن يجي يساند الاخوان في يوم من الايام. ولكن كانت القوات المسلحة قادرة ان هي تبسط ايديها على الحدود بحيث ان محدش يجرؤ يقترب من الحدود. فكان في عملية تأمين كاملة. عشان كده 30 يونيو اعتقد انه نجح نجاح كبير بالتأكيد بهذا الشكل. بالتأكيد. من الصفحتين 14 و15 نطالع تقريرا حول الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، ونقرأ: روحانية رمضان تلطف الأجواء بعد صراع واحتقان ومظاهرات ساخنة واتهامات بالخيانة، ثورة الإخوان المضادة وأيام الدم في مصر الجديدة، سيناريو شمشون وهدم المعبد ودفع الجماعة لشبابها للانتحار أمام أبواب الحرس الجمهوري. أعتقد أن لسه الحرس الجمهوري في قيد التحقيق ولم يتم معرفته بالكامل. هو طبعا لسه في قيد التحقيق، لكن تكشف منه بعض الأمور. لو اتكلمنا على الحرس الجمهوري لازم نرجع ورا شوية يومين قبل الهجوم على الحرس الجمهوري. هنلاقي أن احنا لو حطينا الصور جنب بعضها، أول صورة في لقاء لصفوت حجازي وهو بيقول ان بتسأل على فين الدكتور مرسي، فقال هو جوه الحرس الجمهوري وهندخل نجيبه. الجملة دي جملة مهمة جدا. هندخل يعني مين قصده مين بقى؟ الشباب الموجودين في رابعة العدوية او اللي هيمشوا يعتصموا قدام الحرس الجمهوري هيقتحموا الحرس وهيخلصوا الدكتور مرسي من المكان اللي هو قاعد فيه. ولكن هم نسيوا شوية من ايه، في قانون عالمي يعني ان انت لو قربت من اي منشأة عسكرية على مستوى العالم سواء في امريكا في انجلترا في فرنسا في مصر هيفتح عليك النار. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو اخدنا الصورة دي وشفنا الصورة اللي بعدها على طول هنلاقي ان مجموعة من رابعة العدوية اتحركت وعلى رأسها محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ووقفوا قدام السلك الشائك اللي قدام دار الحرس الجمهوري وعملوا اشتباك لفظي مع قادة القوات اللي هناك. حتى جت في الصورة وده موجود على الانترنت وموجود على اليوتيوب، بيقول له لو سمحت شيل القناصة من هنا. فالضابط بيرد عليه، القائد الموجود كان برد بتعقيد، قال له مفيش قناصة. قال له لا ده انتوا منظركم مستفز ومش عارف ايه. قال له انا اللي بصدر القرار ومفيش اي قرار، يا جماعة ارفعوا البنادق تبقى وشها في السماء. على هذا الاساس دي كانت الصورة الثانية. الصورة الثالثة وده كان الاهم، ان هم ابتدوا يهجموا على الحرس الجمهوري في فجر او بعد صلاة الفجر من اليوم التالي. النهاردة لما انا اروح اقتحم دار الحرس الجمهوري هل تفتكر ان هم هيوزعوا علينا شوكولاتة او بونبوني زي ما قال فريق شفيق زمان؟ بالتأكيد هيبقى في رد، لان انا داخل اقتحم هذا المكان. حاجة تانية، بنسمع اكاذيب كتيرة ان كان في ضرب وقت الصلاة او في قتلة من الاطفال والنساء. اولا ضرب وقت الصلاة، صلاة الفجر بتبقى الساعة 3:30، ابتدى الضرب 5:45، دي بالنسبة للتوقيت. الحاجة التانية، الصور اللي هم جابوها من الاطفال كانت منشورة من شهر مارس وشهر مايو اللي فات لاطفال سوريا. زاد على كل ده ان واحدة من الشهود العيان هي حفيدة الاستاذ كمال الهلباوي القطب الاخواني الكبير، وهي صحفية وشافت الموضوع بعينيها ودي من جوه الاخوان وكتبت شهادتها بايديها ونفت كل الاكاذيب دي، لان الحرس ما ضربش فيهم، هم ضربوا في الحرس فاصبح في رد، بالاضافه الى بعض الكاميرات اللي صورت. تمام. على كل ده ما زال قيد التحقيق وسيتم كشفه وتاجيله. هو احنا بنطالب بحاجه مهمه في المرحله القادمه ان شاء الله، بنطالب بان من اخطا ينال الجزاء بالظبط، يحاكم.
وينال. ده مطلب اي مطلب عادل لاي مواطن مصري يبغي رفعة هذا الوطن. بنفس العدد بنطالع تقرير من 4 صفحات حول المعونة الأمريكية لمصر ونقرأ: المعونة أهداف خفية ومصالح إسرائيلية وتنازلات مصرية. الأموال الأمريكية السم الذي يتجرعه المصريون. تاريخ المعونة بين جزرة أمريكا وعصا إسرائيل المرتعشة. المعونة تعود إلى واشنطن بأرقام مضاعفة. رئيس غرفة التجارة الأمريكية: المعونة لا تمثل أي شيء للاقتصاد المصري. تعليقك في دقيقة أو أقل. يعني أنا هقول لك إن المعونة الأمريكية مش من النهاردة ولا امبارح، ده هي ترجع لبداية حتى أيام عبد الناصر، ولكن بعد الخلافات على موضوع السد العالي وتفضيل الخط الاشتراكي اتمنعت، رجعت أيام السادات بكثرة، ولكن جت أيام حسني مبارك قلت شوية المعونة، ولكن كانت المشكلة إن أمريكا بتدينا حاجة باليمين بتاخدها بالشمال. هي ما بتديناش معونة 1.5 مليون ولا 1.3 مليار فلوس سايلة، ده 10% منها بس فلوس سايلة، ولكن الباقي بيبقى عبارة عن بعض السلع وحاجات كتير جدا، أو أجور الخبراء الأمريكان اللي بيجوا هنا يعملوا حاجات ملهاش أي لازمة، فترجع المعونة على في رد الأساس. سريع بعيدا عن التفاصيل، هل ترى أن مصر من الممكن أن تستغني عن المعونة الأمريكية؟ والله الجملة دي أنا أقول لك فيها حاجة واحدة، مصر تستطيع أن تستغني عن المعونة الأمريكية، أمريكا لا تستطيع أن تمنع المعونة عن مصر للمصالح الأمريكية. تمام، فرق كبير جدا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سعد الدين الكاتب الصحفي بمجلة الأهرام العربي، كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا ليك. الشكر متواصل ليكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتنا خلال هذه الحلقة، وتابعونا أيضا في نفس الموعد غدا مع حلقة جديدة من تحت الطابع. شكرا وإلى اللقاء.